بدون ما نقارن مشكلة المواصلات والأزمة مع أي دولة أخرى، إحنا عارفين إنه المشكلة صار بدها حل، وهالحل رح نطلع فيه مع بعض، لأننا نؤمن بوجود الشباب المبدعين المبتكرين في كل مكان بوطننا الحبيب. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة النقل العام يطلقون هاكاثون لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة وإبداعية لجزء أساسي من مشكلة المواصلات والنقل العام. إذا كنت أحد المبدعين ولديك القدرة على إنشاء أو تطوير تطبيق إلكتروني مميز يحتوي على خطة لمسير وتتبع الحافلات لجميع المحافظات ومناطق المملكة، ويوفر تجربة سهلة وسلسة للمستخدم تساعده على معرفة الوقت المتوقع لوصول الحافلة، فأنت مؤهل لتساهم بحل المشكلة والفوز بإحدى جوائز المسابقة الثلاث. عليك أولاً التقدم بطلب الاشتراك من خلال الدخول على صفحة hackathon.jordan.gov.jo ليتم بعدها اختيار المشتركين المتأهلين من قبل لجنة من الخبراء. سيلتقي المشاركون بعدها لمدة 3 أيام في مكان واحد للعمل على تطوير تطبيقاتهم التي سيتنافسون بها أمام لجنة التحكيم، ليتم بعدها اختيار التطبيق الأكثر إبداعاً وسلاسة للتأهل للمرحلة النهائية. في المرحلة النهائية سيتم تطوير التطبيق بشكله النهائي، ليتم بعدها تقييمه وإعلان الفائزين بالمناصب الثلاثة الأولى. ستكون الجائزة الأولى من نصيب صاحب أفضل تطبيق يعمل بطريقة سلسة ويوفر تجربة مستخدم سهلة، كما يجب أن يتميز تصميمه بالبساطة والإبداع، والأهم أن يعكس الأثر الحقيقي في تحسين مستوى خدمة المواصلات والنقل العام في الأردن. املأ النموذج الآن وشاركنا أفكارك الإبداعية لتكون جزءاً من حل مشكلة كبيرة يعاني منها أغلب المواطنين والمواطنات في الأردن، وكن الفائز بإحدى الجوائز التالية: المركز الأول 10,000 دينار أردني، المركز الثاني 5,000 دينار أردني، المركز الثالث 3,000 دينار أردني. للاستفسار اتصل الآن على مركز الاتصال الوطني 06-500-80-80. فاميلي ميديا كو وين كرياتيفيتي بريفيلز. موشن جرافيكس، جرافيك ديزاين، فيلم ميكينج، اي ماركتينج.